Radio Bebeskiwi. شوف احنا فين تكون ما نغزروش للحكم ولا نغزرو احنا فعلا معناها العمل نتاعنا في الميدان تعبر بالنتائج ونغزروا ديما القدام احنا ونصنفوا فهمتني انا معناها دي جوار بصراحه ناس رجال انا دي سبورتير الحمد لله تنجم تقول يحزنون علي وانا نقول نهدي الانتصار هذايا صاحبه النادي الافريقي لاعبين اداره توت لا فامي معناها بعد ما كل شيء يتبدل الاداره قالت لي الاوبجيكتيف نتاعها كاترين بلاس يظل توا الجمهوريه طمع شوف احنا نمشيو دبا دبا احنا مواصلين الى الامام ونحاولوا باش نكملوا نواصلوا العمل هو اللي معناها اهم شيء وإذا كان وصلنا معناها في الفترة هذه معناها بالخذينا الانتصار هذا اللي ترجع الرياضة تقول ما هزم حتى مقافل احنا خدمنا الأهم جت الفترة الحالية في فترة طيبة مش تخلينا نكمل المشوار معناها أريحية نخدم على روحنا في متر في السورتات معناها بعد غدوة مرتاحين وبعد غدوة نخدموا في الكاس اللي مقابلة في الكاس هذا ما ننساوهاش اللي مقابلة مهمة لونترمون تحت بلانتية مش أحرام مش بلانتية هذاك موضوع اخر معنا تمارين ضربات جزاء هذاك انفالي الفير وان شاء الله معناها نحاولوا باش ننتصروا قبل ما نحطوا ضربات جزاء سي ماتش يفو لو بريباري معناها ان شاء الله نرجعوا 24 ساعه ونعاودوا نرجعوا نخموا على الكاس.